السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بحلقة جديدة من سلسلة معلومات حول العالم. إن شاء الله اليوم سوف نتحدث عن دولة في الماضي كانت فقيرة جدا واليوم أصبحت من أحد أغنى دول العالم، وهي دولة سنغافورة. سنغافورة مشتقة من كلمتين وهما سنغة وبورة وتعنيان مدينة الأسد. ومؤسس هذه المدينة عندما ذهب إليها لأول مرة رأى أسدا فسماها بهذا الاسم. مساحة سنغافورة 17 كيلو متر، وعدد سكانها 4,400,000 نسمة. عام 1991 تخلت عنها ماليزيا لأنها بلد فقيرة ولا يوجد لها قيمة أبدا، ولكن بعد 49 عاما أصبحت من أحد أغنى دول العالم. سنغافورة فقيرة في موارد المياه، حيث أنها تستورد الرمال لكي تبني البيوت والمنازل. معدل البطالة في سنغافورة نحو 2.1%، ويرجع ذلك بأن الشعب السنغافوري كلهم يعملون ولا يوجد أي عاطل. السياحة صناعة رئيسية في دولة سنغافورة، ويوجد أهم مكان علاج على مستوى العالم في سنغافورة، ويأتي إليها الزوار والسائحين من كل أنحاء العالم، حيث بلغ عدد السائحين عام 2013 إلى 800,000 زائر. في سنغافورة يوجد أول ماكينة كوكاكولا في العالم يقول احتضني. عند الذهاب إلى هذه المكنة يجب أن تلف يدك حول الماكينة وتحضنها، وبذلك تعطيك عبوب الكوكاكولا. الجواز السفر السنغافوري الأولى عالميا، حيث يتيح لحامليها السفر إلى نحو أكثر من 210 دول على مستوى العالم. مضغ العلكة في سنغافورة مخالف للقانون، فمثلا هناك تدفع من 500 دولار إلى 1000 دولار. يوجد أعلى شلال في العالم موجود في سنغافورة، ويبلغ ارتفاعه 35 متر. في عام 2013 أخذت مطار سنغافورة رقم الأولى عالميا، لأنهم حيث قلبوا المطار إلى منتجع سياحي لا تشعر أنك في المطار. تعتبر سنغافورة دولة لا تعرف البرد، فأحيانا هي برد وأحيانا هي حار جدا. سنغافورة عبارة عن حديقة متكاملة، فيوجد بها أكثر من 500,000 نبات، ولا يخلو من أي مكان في سنغافورة من الأشجار والنباتات. وبذلك قد انتهى حلقة اليوم، وإذا أعجبكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.